فما فنانين ما ينجموا كان ياكلوا من الموسيقى ويعايشوا عيالهم معناها بالموسيقى وكل دونك لازم حل كأي عامل معناها وكل سيتو. اليوم وزارة الثقافة بدون وزير، ميزانية وزارة الثقافة من 1 فاصل إلى 0 فاصل، كيفاش تقيم الوضع؟ سامحني في كلمة، حالة حليلة بالرسمي، معناه الفن هو أكثر حاجة لازم تكون موجودة في البلاد باش نحاربوا الفساد وكل شيء خايب معناه موجود، دونك لازم فن، لازم برشا فن، لازم نعملوا برشا فن باش نجموا حتى الجيل الصغير معناه نرفقوا نعليوا بيه وكل، دونك حالة والله. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، أنا متفائلة خير وإن شاء الله إن شاء الله يشوفونا حل وكهو. نظرة المجتمع للفنان أنه يعيش في البذخ وأنه مترفه وأنه غني، لكن اتضح بالمكشوف اليوم انه الفنان يعاني في الامرين. اول حاجه البذخ ماهوش جاي ما عند ربي، معني هو قاعد في الدار وهبط عليه الفلوس، ليه قاعد يخدم كاي واحد قاعد يخدم وعنده برشا فلوس اولا، ثانيا ماهيش نظره صحيحه برشا، فما اللي عنده لباس عليه معني كل، كيما فما اللي ما يخدمش في الليل ولا ما يخدمش في عربون ولا في سبيكتاكل ولا في اي حاجه ما ياكلش، دونك ما فماش فلوس، دونك هكا وهكا زيد الزوز. حالة حليلة بالرسمي، حالة حليلة، ويا ربي يشوفوا لنا حل. انا شانتوز ليريك، دونك نحبهم زيد يعطيو نظرة امل للعبيد كيفي انا شانتوز ليريك معني اوبيرا نغني، دونك يشوفونا حل. ثقافة الجمهور الاوبيرا في تونس تحس انه نسبة قليلة من متابعي الاوبيرا، اللي يغني الاوبيرا كيف كنت اليوم كيفاش يلقى روحه؟ نسبة قليلة صحيح، وأنا نحب اللي نعمل فيه، دونك باش نقعد خاطر نحبه، مش خاطر نحبه يدخل لي فلوس معناه، فهمت؟ بيان سور هو بيان سور، دونك نحبه باش نقعد نعمل فيه، فماش برشا جمهور مالوغوزمون، ماناش في إيطاليا ولا في فرنسا ولا دونك هذيك هو. كي نقارنوا اللي يغني الأوبيرا بالفنان الاستعراضي، شنو الفرق؟ فرق كبير على الآخر، شنو الفرق؟ اوبيرا راه فنان يتعذب برشا ويقرا برشا وبرشا ريسبيراسيون تكنيك دو لافوا وفوكاليز، استعراضي فنان زيدا ونشجع الفنون الكل، فرق كبير معني، حتى باش تسالوا اي واحد هذا باش يقول لك الفرق، مش انا باش نقوله. يعني الاستعراضي يظهر لي اليوم حتى ماديا وضعه احسن. مديت راهو نجم في شانتور دوبيرا عنده مديت، والاستعراضي عنده مديت، زوز عنده مديت، ما نعرفش هكاك. مطالب الفنانين اليوم من الحكومه شنو المطالب الاساسيه؟ قانون الفنان، عليو شويه بالفن امان في الدوله ذي، بربي عليو بالفن وكهو، عليو بالفن، فنانين رانا في حاجه ياسر بنينه، راه حاجه مزيانه، ما نحكيش على الشك بالشك، اما رانا فنانين، رانا نقراو برشا انا. وي انا اتوديونت في لاسيتو سوبيريو دو ميوزيك دوزيام اني انتربريتاسيون ماستر 2، دونك قاريه معناها باك بلوس 5 توا قاعده نقرا، مانيش نعمل في حاجه كيك، عطيونا قيمة، حسونا بشوية نكملوا، أنا نحب ما قاعدة ياسر نحارب وحدي، الدولة لازم تعطينا شوية هكا تأبوس مع، فهمت؟ يعني مسؤولية الدولة هي لهنا بالأحرى، يعني بالأحرى الدولة تحسها تغيب الفنان؟ شوية الدولة تطلع في برشا حاجات أخرين، تطلع في برشا حاجات أخرين غير الفن معني. كلمة أخيرة منك. ان شاء الله يعطيونا ذاتنا ووجودنا في الدوله هذيا، وان شاء الله الفن يطلع اكثر من هكا برشا معناها وكهو سيتو.